من الناحية الشكلية العسكرية التفاصيل هي أنها عملية كوماندوس أمريكية، قوة خاصة تابعة لما يعرف بالنيفي سيلز أو خفر السواحل، قامت بإنزال عبر مروحيات قتالية وحاصرت منزلا كان فيه القريشي وتم تصفيته على الفور. طبعا هذه العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية كانت ترصدها الولايات المتحدة عبر أجهزة استخباراتية لتحركات القريشي. هو زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا. طبعا تصفيته مقتله يعتبر انتصارا يضاف إلى انتصارات أخرى في هذه الحرب ضد الإرهاب التي بدأت منذ ما بعد 11 من سبتمبر 2001، كما قتل أبو بكر البغدادي، كما قتل أسامة بن لادن، كما قتل أبو مصعب الزرقاوي. طبعا هذا لا يعني أنها نهاية تنظيم الدولة، لكنها انتصار جديد. وطبعا الرئيس جو بايدن يحتاج إلى مثل هذا الانتصار في سياساته الخارجية التي يتهمها، التي في الواقع هي موضوع انتقاد كبير في واشنطن. وهنا دعيني أشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي أن هذه العملية أدت إلى مقتل أطفال ونساء وفقا لتقارير إعلامية أمريكية مصدرها جهات دولية، جهات حقوق إنسان دولية. طبعا هذا أمر مؤذن لسمعة القوات المسلحة الأمريكية، لا نعلم كيف سيتم التعامل معه. هو يتكرر في الواقع بشكل دائم، حصل في كابول عند الانسحاب الأمريكي منها، والآن حصل في سوريا. لكن بالعودة إلى الانتصار بين مزدوجين الذي يتحدث عنه الرئيس بايدن، هو في الواقع انتصار في هذه الحرب الطويلة ضد المجموعات الإرهابية. تحدثت قبل قليل بأنه يعتبر انتصار للإدارة الأمريكية، كيف ستستثمره جو خصوصا مع ذكريات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والتي ما زالت صورها عالقة في الأذهان؟ تماما فضيلة، في الواقع هذه الإدارة الأمريكية تواجه إخفاقا تلو الإخفاق في سياساتها الخارجية، أكان بالنسبة لأفغانستان، أكان بالنسبة لطريقة معالجة الملف النووي الإيراني، أكان بالنسبة إلى موقفها تجاه حركة الحوثيين ذات التصرفات والنشاطات الإرهابية، أكان بالنسبة للصين والمنافسة على تايوان، أكان بالنسبة لأوكرانيا والتشنج الحاصل مع روسيا. في الواقع بايدن لم يتمكن من تحقيق انتصار ملموس يجعله فخورا به. ربما هذا الانتصار، مقتل القريشي، هو طبعا مهم بالنسبة للحرب ضد الإرهاب. طبعا سيستثمره قبل الانتخابات النصفية المقبلة في شهر نوفمبر، حيث سيقول لناخبيه وصلنا الحرب ضد الإرهاب وتمكننا من تصفية زعيم جهادي ينتمي لتنظيم الدولة. طبعا هذا أمر مهم بالنسبة له، لكن في الواقع دعيني أقول بأن الشعب الأمريكي أو المواطنين الأمريكيين لا يعطون أهمية كبرى لمثل هذه العملية، خصوصا وأن هناك مشكلات أكبر في يواجهونها على مستويات الاقتصاد، وأيضا هناك مشكلات أخرى. بدأ الكونغرس يوجه انتقادات لاذعة إلى بايدن على خلفية تأخره في أو أعطائه مزيدا من الوقت أو وقت متسع للإيرانيين لكي يناوروا في فيينا، لكي يواصلوا تخصيب برنامجهم النووي. هذه كلها مجموعة تعقيدات يواجهها بايدن. لا، السؤال المطروح فضيلة هو هل مقتل القريشي سيعيد رصيد بايدن في السياسات الخارجية؟ لكن أيضا لابد من التساؤل عن توقيت هذه العملية. عملية كهذه جاءت في توقيت أقل ما يوصف أنه توقيت غريب،
لم يكن الإعلام يتحدث عن أي عمليات نوعية للاستخبارات الأمريكية في هذه المناطق التي ينشط فيها التنظيم ويستغل طبعا أي معارضة رئيسية ويريد بس سيطرته على الحدود العراقية السورية. كيف يمكن تفسير التوقيت أيضا جو؟ طبعا هذا السؤال مهم جدا فضيلة. عادة أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت وكالة الاستخبارات المركزية CIA أو الاستخبارات العسكرية الأمريكية تتابع هذه الملفات بصمت كبير، لا أحد يتحدث عنها، وفجأة يفاجأ الرأي العام الأمريكي بحصول مثل هذه العمليات التصفيات التي تطال رؤوسا كبيرة في التنظيمات الجهادية. طبعا كان هناك تعقب وترصد لهذا الشخص منذ زمن طويل، وطبعا من المؤكد أنه كان للولايات المتحدة عناصر على الأرض داخل إدلب لرصد تحركاته ولإعطاء التعليمات حيال تحركاته ونشاطاته، ولا أحد في الواقع لا أحد يعلم ما هي التفاصيل. هل كان يحضر لعمل إرهابي كبير على مستوى المنطقة، على مستوى المصالح الأمريكية في العالم؟ أعتقد أنه من المستبعد، لأن تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة جدا في حربه وفي خساراته، خسائره المتتالية في سوريا والعراق، ولا أحد يعلم إذا كانت لديه القدرة على تنفيذ هجمات على مستوى دولي. لكن طبعا التوقيت مفاجئ كما ذكرتي، وطبعا كان للعملية تحضير مسبق وليست العملية وليدة الساعة. كيف يمكن الآن للتنظيم بعد مقتل زعيمه تشكيل صفوفه في هذه المناطق في الصحراء العراقية والسورية جو؟ من الصعب أن يتمكن التنظيم من إعادة تشكيل الهيكلية أو الكوادر الإرهابية التي كانت في صفوفه عند انطلاقته عام 2014. من الصعب جدا، هناك أجهزة كثيرة في المنطقة مثل أجهزة الحكومة السورية، الولايات المتحدة، وأيضا أجهزة الاستخبارات العراقية والأجهزة الاستخبارات الأردنية. كل جهاز استخبارات في المنطقة يلاحق هذا التنظيم البشع الذي شوه سمعة الإسلام في العالم. لذلك من الصعوبة أن يتمكن هذا التنظيم من إعادة تشكيل كوادره. ربما قد يواصل عمليات التمرد أو عمليات التفجير والكمائن المسلحة بشكل على طريقة العصابات الإجرامية، لكن أن يعيد تشكيل صفوفه ويقول أن لديه زعيما وأن مركزه أو مقر قيادته في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة أو في أخرى، من الصعب أن يتمكن هذا التنظيم. مثله مثل تنظيم القاعدة، سيكون تنظيم تحت الأرض يقوم بعمليات إرهابية مفاجئة، وحتى أن نشاطه في سوريا تراجع بشكل كبير على رغم حركة التمرد التي حصلت قبل أسابيع في سجن الحسكة، لكنه من الصعب أن يتمكن هذا التنظيم من إعادة تشكيل كوادره. طيب، الأخبار تتوالى أيضا جو، لابد من ذكرها لمتابعينا، تتضح ربما خفايا مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي. هناك مسؤول أمريكي يقول بأنه قتل بعد انفجار قنبلة كان يحملها، يعني لم تتم تصفيته على الأقل لغاية اللحظة من قبل القوات الأمريكية. هذا الزعيم زعيم تنظيم داعش كان يحمل قنبلة انفجرت فيه وهو الذي كان يحملها. بايدن أيضا ذكر وبفضل مهارة وشجاعة القوات المسلحة الأمريكية تمت تصفية زعيم داعش وعاد كل الأمريكيين بأمان من هذه العملية بعد إتمامها.